المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر لسه قدامها يعني فرص نمو غير طبيعية، لأن طبعا معظمها مع الأسف ما بياخدش حقه في التمويل، ما بياخدش حقه في التسويق. فأنت النهاردة لو دخلتي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإحنا الحقيقة شفنا البنك المركزي عمل زي برنامج علشان نحاول ندي تمويل بأسعار فايدة تعتبر يعني معقولة جدا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تشجيعا للقطاع ده، وكمان علشان فكرة الشمول اللي هو بنسميه financial inclusion، ان انت بتحاولي تدخلي المشروعات دي بدل ما هي في الايكونومي الانفورمال او الغير نقول عليها ايه يا ربي، غير رسمي. الغير رسمي بالظبط كده، ان هي معظمها بتبقى مشروعات صغيره، ما حد يعني مش ما عندهمش بطاقه ضريبيه، ما عندهمش ميزانيات، بتحاولي ان انت تدخليهم ان هو يبقى عنده النهارده بطاقه ضريبيه ومسجل وعنده ميزانيات ويقدر ياخد تمويل من البنوك ويكبر وياخد دعم من الدوله، فده ايجابي في حد ذاته يعني. هيأثر، بصي صعب جدا ان حد يديكي ارقام هو هيأثر بنسبة قد ايه، بس لو نجحنا انا متهيألي ان هو هيكون له تأثير ايجابي وتأثير مش قليل، لان يعني موضوع قصة الاقتصاد الغير الرسمي ده يعني طبعا بتختلف فيه الاحصائيات، بس هو يعني خلينا نعترف ان هو مش قليل، فلو قدرنا ندخل ولو جزء منه او بالتدريج متهيألي ده هيكون في حد ذاته اكيد ليه ايجابي. لا مش يعني انت هتنهضي بالاقتصاد بحاجات كتيرة، بس قصدي ده هيساهم هيبقى مساهم في النمو، لكن ما تقدريش تقولي ان هو هينهض لوحده، طبعا انت عندك عوامل كتيرة قوي. حاجة أخيرة، التهرب الضريبي، هل نحن بحاجة إلى إطار قانون حازم للتهرب الضريبي؟ والله حاجتين يعني، ممكن طبعا قانون حازم، بس في الاخر خالص هو اللي هيشجع الناس. احنا لما قبل كده كنا قلنا احنا هننزل الضريبة 20% ويعني وهنحط في اعتبارنا هنتوسم يعني حسن النية في اللي هيجي وهيقدم الإقرار الضريبي، يا جماعة والله كنا يعني الـ الإيرادات الضريبية كانت زادت جدا كنسبة من الناتج المحلي. فالعملية فيها ايه؟ فيها ترهيب وترغيب زي ما بنقول، يعني انت ممكن تعملي قانون حازم علشان اي حد يعني ممكن يكون برضو مش يعني اللي هنقول الترغيب مش ممكن مش هيبقى يعني مؤثر معاه، بس في نفس الوقت برضو انت محتاجة ان الترغيب يبقى موجود، مش الترهيب بس، يعني الترهيب في حد ذاته مش هيبقى هو العامل الاساسي، بس لازم يبقى فيه برضو ان احنا النهاردة نشجع نسهل الدفع، نعمل مثلا بنسميها زي محفزات ضريبية، او مثلا ان انا النهاردة مثلا لو مثلا هتبرع مثلا ممكن اخد زي تقليل في نسبة الضرائب اللي بدفعها، يعني اشتغل على الناحيتين في الحقيقة. بصي انت ممكن تعملي سندات، ممكن تدرجي اسهم في البورصه، ما هو في ادوات كتيره، بس هي المشكله هي السهوله، لان مثلا ما هي دي هي ان انت ممكن يعني ممكن تاخدي قرض من البنك، ممكن ان انت تصدري سندات، اي شركه من حقها تصدر سندات، ممكن ان هي تعمل ترفع راس المال سواء عن طريق مثلا مستثمر مساهم رئيسي او عن طريق انها تطرح في طرح عام في البورصه، كل دي ادوات لزياده التمويل، بس هي الفكره سهوله، هل العوامل دي كلها سهله ولا صعبه؟ وطبعا لازم يكون في عشان مثلا تدرجي سهم في البورصه لازم ميزانيات ولازم قوائم ولازم حاجات كثيره قوي.